على متن إحدى سفن الإنقاذ في البحر المتوسط ولد الصبي معجزة الذي جاء من رحم معاناة رحلة الهجرة بين ليبيا وإيطاليا. وقالت المتحدثة باسم السفينة أكواريوس لورين كينغ إن المولود وزنه كيلوغرامين وثمانمائة جرام، وهو سادس مولود على السفينة لكنه الأول هذا العام. وعند مولد معجزة فوق سطح السفينة احتفل المهاجرون وأخذوا يغنون ويرقصون في مشهد مناقض تماماً للأوضاع الهاربين منها في ليبيا. Thank you.